ألم حسرة وأجواء حزينة، تلك هي الأجواء التي خرج فيها المنتخب المنظم لكأس العالم 2014 البرازيل بعد نتيجة مذلة التي سجلوها على يد المنتخب الألماني القوي الذي سجل في مرمى جوليو سيزار سباعية كاملة. اللاعبون البرازيليون لم يتمالكوا أنفسهم بعد هزيمة العار، فمنهم من سقط أرضا ومنهم من ذرف الدموع، وعلى رأسهم المدافع دافيد لويز الذي قدم اعتذاره للجمهور البرازيلي وقال إنه وزملائه كانوا يتمنون إسعادهم لكن المانشافت كانت أقوى بكثير. الحارس جوليو سيزار رفض تحمل مسؤولية جميع الأهداف التي زارت مرماه وقال أنه يتحمل مسؤولية هدف وحيد، مؤكدا هو الآخر أن الألمان كانوا أقوى من البرازيل. أما من جهة مدرب سكولاري فقد وجه اعتذاراته هو الآخر لجميع البرازيليين، كما حمل نفسه المسؤولية كاملة في إقصاء منتخب السيليساو عن مونديال البرازيل، وذلك في الندوة الصحفية التي نشطها عقب نهاية المباراة، وقال بأن لاعبيه تركوا الكثير من المساحات الشاغرة أمام الماكينات الألمانية، وهو ما سمح لهذه الأخيرة بتسجيل سباعية كاملة، مؤكدا في الأخير أن البرازيل ستعود بقوة في المستقبل القريب، ولكن هذه الخيبة ستبقى عالقة على طول الزمن.